منجزات عديدة تحققت منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة التي وضعت كل سبل الراحة والعيش الكريم لكل من يعيش على أرضها عن طريق استغلال كافة الموارد والتركيز على البنية التحتية المتطورة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية والجسور وغيرها من المشاريع التي وضعت الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى وفق تقرير التنافسية العالمية من منتدى الاقتصاد العالمي دافوس في مجال جودة البنية التحتية. هذا التطور الكبير أدى إلى تنامي وتيرة العمل في المؤسسات، ما دفع إلى استقطاب الأحداث العالمية والفعاليات الضخمة على مدار العام في مختلف إمارات الدولة. شهدت الإمارات على مدى الأعوام السابقة حادث احتراق فندق العنوان بدبي، بالإضافة إلى حادث طيران الإمارات، إلى جانب الكوارث الطبيعية غير المسبوقة مثل العاصفة الماطرة الأخيرة التي تعرضت لها الدولة. تعاملت معها جميع الجهات المعنية بالدولة بحرفية عالية. جميع هذه الأحداث المختلفة شكلت تحدياً للإعلام المحلي الذي كان له الدور البارز في تغطية الأحداث والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال والوقوف في وجه سيل الإشاعات الذي يتزامن عادة مع حالة الطوارئ. هذه المعطيات تؤكد أهمية وجود إعلام يقف وجها لوجه أمام المخاطر والتهديدات، يحمل رسالة موحدة تعكس توجه الحكومة التي تسعى دائما لما فيه خير الوطن والمواطن.